إلى ذلك اعتمدت قناة الجزيرة القناة الدولة اعتمدت نهجا ملتويا للحفاظ على بقائها دون الاكتراث بما قد يترتب على النظام في قطر أو على مصداقيتها كوسيلة إعلامية، فالكذب قادها في عديد من المواقف إلى كذب يبرر كذبا في دوامة من الفبركات التي لا تنطلي إلا على من يريد أن يصدق تلك السموم التي تبثها هذه القناة. قالت صحيفة التايمز البريطانية إن السعودية وإسرائيل تجريان محادثات لإقامة علاقات اقتصادية بينهما، ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها مثيرة وتضع إسرائيل على طريق العلاقات الطبيعية مع المملكة. على أنغام أغنية سواح للراحل عبد الحليم حافظ رقص مستوطن يهودي منذ أيام احتفاء بقرار ثلاث دول خليجية ورابعها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قطع علاقاتها مع قطر. نظمت الحملة الدولية للعدالة والسلام البريطانية وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن للتنديد بمقاطعة دولة قطر وبالحصار الذي فرضته دول خليجية عليها. وعبر الأقمار الصناعية من تونس على الدكتور محمد هنيه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون الفرنسية. نبدأ النقاش بعد الفاصل.